مركزه كان في خليج كيملك ببحيرة مرمرة، وإضافة إلى انعدام الظروف الصحية في الجزيرة التي يعقب فيها سجن إمرال. اليوم 10 شباط تم عقد كونفرنس القائد، كونفرنس القائد الذي من خلاله سيتم توحيد المرأة. اليوم تم حضور المرأة من كافة الأطياف ومن كافة الأشكال، السريكانية والعربية واليزيدية والكردية والمسيحية. توحيد المرأة اليوم في هذا الكونفرنس ومن خلال هذه المخرجات التي سيطلع منها هذا المؤتمر هي قوة للقائد والمطالبة بحرية القائد. اليوم المرأة عرفت أن بثورتها هي وبتوحيدها وبتطبيقها لفكر وفلسفة القائد سيتم المشاركة بحرية القائد الجسدية. اليوم المرأة قد علمت وقد وحدت وقد وثقت أن القائد عبد الله أوجلان قد ضحى بحريته الجسدية مقابل هذه الثورة وقابل ثورة المرأة لإعطائها شعارها العالمي جن جيان أزادي. اليوم وبتاريخنا هذا ومن جاء من كافة أطيافنا وباسم نساء دير الزور نطالب الحرية للقائد عبد الله أوجلان. حرية القائد عبد الله أوجلان هي مهمة لي تطبيق فكر وفلسفة القائد، وبالوجه الأول هو مهم لثبات دور المرأة في المجتمع ولتوحيدها. اليوم ثورة المرأة في روج آفا قد أثبتت دورها من خلال مشاركتها السياسية والعسكرية والاقتصادية. اليوم المرأة أثبتت دورها في كافة المجالات وذلك بفضل فلسفة القائد التي أعطى للمرأة حقها. حرية القائد هي مهمة جدا بالنسبة لنا كنساء عربيات وكرديات وسريكانيات ومسيحيات وأيزيديات من كافة الأطياف. حرية القائد بالنسبة لنا كمرأة كنساء شعوب العالم أجمع هي مهمة لنا لأنه يطالب بثورتنا ويطالب بدور المرأة في المجتمعات كامل. واليوم حرية القائد أيضا مهمة لتطبيق فكر القائد ولتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية ولتوحيد أخوة الشعوب في كافة شعوب وبلدان العالم أجمع. أزادي تبقيري كبو هالفارشي كل أرشار فارشي كردستان بو همو مروفاياتيشا هالبتا حزو ترجخ لسريع تشتيك بشنكو كموا تاكو بأن قضية القائد عبد الله أوجلان لم تبقى أو لم تقف عند قضية فردية، هذه القضية أصبحت قضية أممية هامة جدا وهي تخص كافة الشعوب المضطهدة وبالأخص في دول الشرق الأوسط. بخصوص الكونفرنس الذي انعقد اليوم صباحا الساعة 10 صباحا تحت اسم القضية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، لماذا هذه شعار المرأة لم نستطع كسر كافة القيود القائد عبد الله أوجلان الذي تقيدنا كنساء. الكونفرنس تحت محاور ثلاث محاور وهي كل المساعي التي نحن نسعى لها الوضع السياسي أيضا، وهناك تجاوزات وتحديات كبيرة من أين نحن؟ باكور كردستان ومن باشور كردستان من أفكار القائد المداخلة من قبل المحامية أليف التي كانت ولا زالت المحامية للقائد عبد الله أوجلان. لم نستطع أيضا تم تطرق على الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان من الناحية الوضع الصحي والعمر الذي وصل إليه القائد يجب أن يكون هذا العمر في بأن القائد الذي حارب بكل فلسفته في الذي يكون ذهنية طليقا صريحا والذي يتم اعتقاله او اختطافه من قبل الفاشيه التركيه في السجن الإمرالي ومعزولا عن العالم الخارجي رغم الظروف والشروط التي لن نجعل هذا الكونفرنس عاديا من زلازل وكارثه كل النقاشات والمحاور التي قريت اي معلومات عن حول الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان حيث كان هناك تداعيات بتسمية عبد الله أوجلان في سجن الإمرالي. لم يتم أي تقرير من قبل المنظمات سي بي تي مسؤولية تاريخية على عاتقنا القائد في سجن الإمرالي. وعلى هذا الأساس تم الوصول إلى جملة من التوصيات والتي تعتبر من أهم النقاط التي تم التأكيد عليها من خلال جلسات الكونفرنس. انتهاج فلسفة القائد عبد الله أوجلان لمواجهة الأنظمة القوموية
والدينوية والجنسوية بالتنظيم والتدريب. إطلاق حملة هاشتاج في يوم المؤامرة الدولية عن القائد عبد الله أوجلان بتاريخ 2020 والصمود حتى النصر على كل القوى التي تآمرت على القائد أبو التي تلقت ضربات موجعة من تنظيم داعش الإرهابي التي تحولت إلى مقاطعة الفكر الحر بنضال وفلسفة المفكر والفيلسوف القائد الأممي عبد الله أوجلان. فقبل لذلك أخذت بعين الاعتبار معركة تعادل كل معارك بروميتوس، فوجدت العالم في مواجهتي وأسرت في موطن بروميتوس بمنتهى الغدر. أيتها الأم المقدسة يا امرأة العشق القائد عبد الله أوجلان، جينا يا كامين وهاكما يا كامين بسربك هذين دبائم زلامتية بيبنجا وزلامان تيك بينا وسياسي للدفاع عن نفسها أمام كل رواسب السلطة والمجتمع، وأن نكون رياديات في خلق الحلول بدءاً من الذات حتى الوصول إلى كل النساء بالعالم برفع وتيرة النضال المستمر بكل المجالات. أنا في خليج كيملك وبحيرة مرمرة، وإضافة إلى انعدام الظروف الصحية في الجزيرة التي يعقب فيها سجن إمرال والأوضاع المرضية التي يعانيها القائد عبد الله أوجلان الذي تجاوز 74 سنوات من العمر. الرفيقة مريم محمد دليل واضح على ضعف تركيا أمام إرادة المرأة الحرة، ودليل على إفشالها للطرح الذي لا حياة بدون القائد. نبدأ بالمحور الثاني. نحن اليوم قمنا بكل فرص الحرية الجسدية للقائد من أجل المطالبة بحرية جسدية للقائد، القائد الذي أعطى اليوم المرأة اللي نار لها دربها، الذي انتهضت كل السنين الماضية كانت هي منتهضة من قبل كل الدول السلطوية اللي كانت تقوم على المرأة. اليوم بفكر القائد وفلسفة القائد عبد الله أوجلان نحن اليوم نقول تحررنا كنساء محافظة الرقة من الظلم والعبودية اللي كنا نحن نمارس علينا. تم العقد للكونفرنس بهذا اليوم من أجل يوم الأسود، يوم اللي كان المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان. نحن كتجمع نساء زنوبيا ومع تنسيق مع مؤتمر ستار على أجل كونفرنس الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان المطالبة، ورح نطالب يعني نحن مو بس نوقف على انعقاد الكونفرنس اليوم، نحن كل يوم رح نطالب بحرية جسدية للقائد، قائد الإنسانية، قائد الشعوب الذي اليوم أفتح المجال للمرأة وأفسح لها درب النور. السنين الماضية اللي عانت منها المرأة نحن اليوم بهذا الفكر، بفكر القائد، بفلسفة القائد، نحن اليوم تحررنا كنساء
نحن كنساء اليوم الفضل الأكبر هو للقائد عبد الله أوجلان. سنسير على درب القائد ونسير على درب شهيداتنا، شهيدات الحرية الذي اليوم ضحوا بحياتهم من أجل أن نعيش نحن، ومن أجل كمان القائد ضحى بنفسه حتى يعيش الشعوب كافة. نحن سنطالب وسنطالب حتى نحرر قائدنا. من الكونفرنس أو كونفرنس الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، طبعا هذا الكونفرنس هو ضمن سلسلة الفعاليات التي تقام في مناطق شمال وشرق سوريا باقتراب المؤامرة الكونية التي أحيكت على القائد عبد الله أوجلان، طبعا في الذكرى السنوية 25 ودخول هذه المؤامرة في السنة 26. هذه المؤامرة التي أحيكت من قبل قوى الهيمنة العالمية وقوى الحداثة الرأسمالية ضد القائد عبد الله أوجلان من يوم انحياكة هذه المؤامرة في 9 تشرين الأول في عام 1998 إلى يوم اختطافه في يوم 15 شباط عام 1999. طبعا هذه الدول الرأسمالية أرادت من خلال اختطاف القائد في هذا اليوم كسر إرادته، القضاء على فكره النير، فكره الحر الذي كان ينادي من خلالها بالحرية لكافة الشعوب المضطهدة. طبعا القائد منذ لحظة اختطافه إلى هذه اللحظة ضمن عزلة مشددة تفرضها الدولة التركية. طبعا هذه العزلة هي مخالفة لكافة القوانين والشرائع والمواثيق الدولية. نحن نعلم بأن كل المعتقلين السياسيين يحق لهم التواصل مع محاميهم وذويهم، ولكن هذا الأمر لم يطبق على القائد عبد الله أوجلان، فمنذ أكثر من 3 سنوات لا يوجد أي خبر عن القائد ومنقطع بشكل كامل عن العالم الخارجي، لا يوجد لقاء بينه وبين ذويه ولا بينه وبين محاميه. طبعا كل هذه الممارسات اللا إنسانية واللا قانونية واللا أخلاقية تمارس بحق القائد عبد الله أوجلان، وذلك في ظل صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية والمنظمات القانونية، وأيضا في ظل صمت الدول الحداثة الرأسمالية التي كان لها الدور الأكبر في حياكة هذه المؤامرة. لذلك اليوم نرى بأن العالم بأجمع يقوم بحملات لتطالب من خلالها المجتمع الدولي بالضغط على الدولة التركية لكسر العزلة المفروض عليه، وتطالب من خلاله الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. ومؤخرا نعلم بأن كان هناك الحملة العالمية التي أيضا أطلقت في 10 من تشرين الأول أيضا في عام 2023، أيضا هي انطلقت من 74 مدينة حول العالم، وهذا دليل بأن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان أصبح منتشرا على مستوى العالم أجمع. ونحن كشعوب شمال وشرق سوريا هذه المناطق التي اليوم تطبق مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان، واجب علينا أن نقوم بكافة الفعاليات والنشاطات الجماهيرية التي نطالب من خلالها الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وذلك وفاء منا لقائدنا، وأيضا تقديرا للتضحيات التي قدمها من أجل هذه الشعوب أن تصل إلى حريتها، تصل إلى الديمقراطية، تصل إلى المجتمع الديمقراطي الأخلاقي السياسي.